أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. رحب المجلس الأعلى للدولة بالإجماع اليوم بتبني مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة لمقترحات المجلس والتركيز على تشكيل السلطة التنفيذية. وأكد المجلس أن اختيار مجلس رئاسة الدولة يقتضي اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحيث لا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة مشاركة الطرف الآخر. أعرب المجلس عن انزعاجه من تجاهل مقترح المبعوث الأممي بمبدأ التوافق والشراكة، اللذين يعدان شرطين مهمين لتأسيس اتفاق عادل وفعال وقابل للتنفيذ حسب المجلس. انطلق بالقاهرة الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور بين دول الجوار الليبي لتقييم الوضع في ليبيا وتعزيز الحل السياسي وإيجاد تسوية نهائية للأزمة في البلاد. أعلن محافظ مصر في ليبيا المركزية صديق الكبير بلوغ الخسائر الناتجة عن إغلاق حقول النفط وموانئه قرابة 160 مليار دولار. أضاف الكبير في مؤتمر صحفي عن العجز التراكمي للميزانية يصل إلى نحو 200% من الناتج القومي. أضاف أنه حول إلى مكتب النائب العام قضايا تهريب وفساد في استخدام النقد الأجنبي تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دولار. أكد الناطق الإعلامي باسم مطار مصراة سليمان الجهمي أن المطار سيستأنف رحلاته انطلاقا من الخميس بعد توقف دام لثلاثة أيام. قال الجهمي في اتصال مع قناة نبأ أن موظفي المطار الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بسبب تأخر صرف مرتباتهم قد أثروا صالح العام بفك الاعتصام ومباشرة العمل. وشدد الجهمي على أنهم سيواصلون مساعيهم لصرف مرتبات المعتصمين المتأخرة منذ 17 شهرا بالتنسيق مع إدارة المطار. هذا وكان رئيس النقابة الأساسية بمحطة مصراة حسن الطيب قد أفاد الأربعاء بإنهاء الإضراب المقام من قبل الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار مصراة الدولي. وقال الطيب في اتصال مع النبأ أن الشركة ستستأنف خدمتها للشركات الناقلة بدءا من الخميس. أضاف الطيب أن المحتجين تواصلوا مع الجهات المسؤولة لإفائهم مستحقاتهم، وأن استئناف العمل يأتي استجابة لمطالب أهالي المدينة واحتجاجهم على إيقاف الرحلة بالمطار. ختام الموجز، إلى اللقاء.